القدرة الفنية الزميلة العزيزة أستاذة دعاء حلمي. مساء الخير أستاذة دعاء. مساء النور يا فندم، ازاي حضرتك وحشتنا. شايفك منتشرة في الفضائيات يا دعاء، يعني والموسم بقى حضرتك الموسم يعني أكل العيش يعني وصورك مغرقة الفيسبوك بالفساتين الجديدة بتاعت العيش. شفت أنا متابع إزاي؟ طيب طبعا حقيقي. تعالي بقى نبدأ بالأفلام كده. أول سؤال، هو ده أول موسم بعد انقشاع أزمة كورونا؟ يعتبر ده فعلا حقيقي، والإيرادات يعني نقدر نقول إنها مبشرة ولطيفة. مبشرة ده حقيقي. هل الإيرادات بتحسب يعني الموسم ده يخلص إمتى عشان نطلع ونحكم إن هو موسم ناجح يعني؟ هو الحقيقة إن الموسم يعتبر خلص، لأن موسم العيد الفطر بيبقى قصير، وفي نفس الوقت اللي بيبقى عايز يدخل سينما بيحب يدخل في الأجواء دي ومع وسط الناس يعني، فأنت غالبا بيبقى هو أسبوع ماكسيموم، لأن بعد كده للأسف موضوع القرصنة بتلاقي الأفلام على الإنترنت، ودي يعني الطامة الكبرى اللي مأثرة على صناعة السينما كلها في العالم كله مش بس في مصر، وده اللي بيخلي سقف الإيرادات ما بيعلاش بالشكل اللي احنا نتأمله أو اللي احنا مستنيينه. فعشان كده الإيرادات لا مش هتلاقي، مش هتزيد قوي خلال الأيام الجاية، لأن هو خلاص وصل للذروة بتاعته وبس. كم فيلم اتعرض في العيد؟ 3 بس للأسف برضو. احنا كان نفسنا يبقى أكتر. احنا عندنا ليلة العيد، الزومبي، واحد تاني مش كان في العنكبوت؟ والعنكبوت واحد تاني، والعنكبوت وزومبي. وزومبي ليلة العيد لسه؟ لا لسه. أعلى إيرادات كانت لفيلم إيه؟ واحد تاني يعني وصلنا ل 36 مليون، ما يعتبرش برضو رقم كبير لما قبل الكورونا، لو حبينا نقارن بما قبل الكورونا طبعا فرق كبير جدا. بس أفضل من أفلام مواسم اللي فاتت دي اللي هي كانت في ظرف الكورونا. بعد دي العنكبوت يعني بنتكلم برضو في 26-27 مليون، برضو رقم مش ضخم، بالذات أن الفيلم متكلف تكلفة عالية جدا لأنه كان من قبل الكورونا. زومبي وصلنا ل 13 مليون، كويس بالنسبة لفيلم اوريدي لو بادجت يعني. طيب الإيرادات دي واعدة لموسم عيد الأضحى؟ مبشرة، ان الناس مبدئيا بدأت عايزة تمارس الطقس السينمائي دوت، ان احنا نروح دور العرض ده في حد ذاته شيء مشجع جدا، الناس بدأت تنزل تاني. بس السينما كلها في العالم كله بتعاني من أزمة، هل هنبقى أونلاين ومنصات وهتختفي دور العرض مع الوقت وتنقرض؟ هو ده السؤال بقى، ان ايه اللي هيحصل بعد كده. فاحنا كل الناس حتى كل صناع السينما في كل العالم حاطين ايدهم على قلبهم ان يا رب الحكاية ما تتأثرش والحكاية ما تروحش ناحية أونلاين. طيب هل المنصات تبقى بديل لأفلام العيد دعاء؟ للأسف ده اتجاه عالم، ان خلاص بقينا بنشوف أفلام بتنتج خصيصا للمنصات وبتعرض حصريا على المنصات، فبالتالي ده الاتجاه العالمي بفكرة الفيروس، فكرة الكورونا، فكرة ان انت بدل ما تنزل من بيتك وتتكلف وكده، لا احنا هنوصل لك الفيلم لغاية عندك، بس المهم تدفع الاشتراك. فللأسف هو بقى الاتجاه العالمي. طب ليه للأسف يعني ما نعمل أفلام؟ ما احنا عندنا منصات، منصة عربية ومنصة مصرية يعني ممكن ننتج ليها. هي بس الطقس السينما ده طقس صحيح مختلف، فاحنا متضايقين. الفشار هيختفي يا دعاء، الفشار هيختفي، البوب كورن هيختفي واحنا قاعدين في البيت يعني. بالظبط كده. فكره ان انت صناعه السينمات نفسها، طيب الكواليتي بتاعت الفيلم، هل ان انت لازم هتبقى مضطر تعمل افلام لو بادجت؟ وده للاسف اللي شفناه برضو الفتره اللي فاتت، ان صناع السينما خلال فتره الكورونا بقى كله بيعمل لو بادجت زي زومبي. ما تقدرش بس لما فيلم بعد اذنك يبقى فيه احمد حلمي يعني صعب اطلق عليه فيلم لو بادجت صح؟ لا هو زومبي هو اللي لو بادجت، لكن احمد حلمي طبعا عشان هو ضامن الزبون بتاعه وضامن تذكرته انها كده كده هيرجع حقها يعني، والناس مقبله جدا على احمد حلمي ولسه رصيده موجود، فبالتالي النجوم الكبار ممكن يحتفظوا بالتكلفة الضخمة، بس برضو مش هتبقى ضخمة قوي زي ما كنا بنشوف كازابلانكا ولا الفيل الأزرق ولا الممر. لا كانت التكلفة كانت أعلى، عشان كمان اللي كان بيجي كان مغطي. زمان كان الفيلم بيتباع للفيديو، الفيديو خلاص اختفى، بس الفيلم دلوقتي يقدر يتباع للمنصات صح؟ صحيح، وهو فعلا بيحصل كده على طول، بتبقى نفس البيعة مع التوزيع الخارجي مع بيعة المنصات مع السينما كله عشان يجيب حقه، فهي بقت خلاص امر لابد منه. مفيش وجوه جديده ظهرت، مع احترامي طبعا
لكل جيل أحمد حلمي وأحمد السقا، يعني هم دلوقتي تجاوزوا الخمسين يعني. يعني صحيح، وده اللي عمل أعتقد أزمة في الفيلمين، يعني إن الناس كانت حابة تشوف كل واحد فيهم أعتقد في منطقة مختلفة، ما كانوش حابين إن فكرة التكرار أو التوقع لسه السينما ما رحلهاش. إحنا شفنا السنة دي في موسم الدراما كان فيه مليان، كان فيه وجوه جديدة وصف تاني والحقيقة وأدوار التانية، لكن لسه العدوى دي ما راحتش للسينما، لأن أساسا إذا كان النجوم الكبار إحنا بنعاني من الإيراد، ما بالك لو وجوه شابة. ولو إن المشكلة يعني من أجل زيكو مثلا كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي عمل إيرادات كبيرة وفي وقت يعني من فترة قريبة، بس الكونتنت نفسه عشان قوي خلى الفيلم الناس تروح، حتى لو هو كريم محمود عبد العزيز هو البطل. فهي الفكرة كلها إن لا، الموضوع الحلو بيجيب زبونه. يعني ظهور أحمد السقا في الاختيار دايما يقول لك في تشبع درامي للنجم ينعكس يعني على الإقبال على فيلمه العنكبوت. حقيقي دي وجهة نظر طبعا تحترم جدا وحقيقية جدا، إن الناس خلاص إحنا شفنا أحمد السقا نشوف أحمد حلمي بقى اللي وحشنا، عشان كده كان في الجاب اللي بالملايين دي بين الفيلمين. هل تأثر أحمد حلمي بفيلم زوجته الفنانة الكبيرة منى زكي أصحاب ولا أعز سلبا؟ لا ما ظنش، قلة قليلة قوي، لأن برضو الجمهور العريض اللي بيحبوا أحمد حلمي لا، ما كان موجود وكان مستنيه، مش متأثر بده خالص. بس الفكرة كلها إنه كمان خسر جزء من جمهوره لما الفيلم يبقى بلس 12 ولا بلس 18. أنت خسرت جمهورك من الأطفال ليه؟ يعني دول كانوا معاك حق، ليه تخش خسران نص جمهورك؟ والنص التاني معلي سقف التوقعات، قاعد مستنيك بقاله سنتين وعنده أمل إن أنت تعلى وتجيب ضحك أكتر، فعشان كده كانت المحاسبة شوية تقيلة على أحمد حلمي. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة دعاء حلمي الناقدة الفنية.